كم لك خاطب؟ 13 سنة. ها؟ قرب صلينا زواجتك علينا. وانا المعنى بحبه يا بحميد الخصالي عاد ذل مأسى حرى العينين فتان حالي طالبت انا القرب منه قال والقرب غالي قلت منه لا شر لا خير مضروب ثاني قالوا قران القمر على تريا سحار في يوم خامس عشر من شهر تشرين ثاني. يا سلام يا سلام. صبرت صبر الحجر في مدرب السيل وعظم ما حد تعذب عذابي أو سير أو تألم قضيتنا العام في شوق المحيب المتيم أعود الأيام والساعات وأحسب ثواني. يا سلام عليك يا سلام عليك. مشاهدينا الكرام حياكم الله إلى حلقة جديدة من الموسم الثاني زواجك علينا برفقتي الفنان الجميل الرائع شوقي الفريد. حياك الله شوقي أنت فريد من نوعك. حياك الله. مع هذه الأجواء الجميلة والرائعة. أكيد أكيد أستاذ خالد. الله يكرمك. أبى نبحث عن عريس جديد وفرحة جديدة. نبحث عن عريس إن شاء الله. جاهز؟ جاهزين بإذن الله. توكل على الله. الله توكل. صابرت صبر الحجر في مدرب السيل وعظم ما حد تعذب عذابي أو سهر أو تألم. اسمك الكريم؟ وهيب فهد عبد القوي. من وين وهيب؟ من السنة. من السنة؟ نعم. احنا في المعافر الان صح؟ نعم. كم عمرك؟ عمري 22 سنة. كم عمرك؟ 22. 22. لو كان عمرك 30 سنة كنا بنزوجك. يعني ما فيش نصيب هذا استاذ خالد؟ ما فيش نصيب هذا لك. ما فيش لك نصيب. متزوج انا. انت مزوج؟ ها ما شاء الله عليك. الله صلى الله يسعدكم. الله يحفظك. انا يا استاذ خالد عندي لك ملاحظه. اي على اخي اللي زوج اخي. اما انا متزوج الحمد لله. ما شاء الله عليك. قالوا صوتك حلو. صوتي حلو. اي ما هو سمعني اغني اشتي زواجه. ايوه اشتي زواجه والعيزة باهي لغاجه. اشتي زواجه ما بش اللي محفظ سريع. خلاص طيب. أدي شعر. يلا. يقول أبو آدم زاد الربح والمكسب. مكسب. وصار ذي كان فوق العين نظارة. نظارة. أمسيت أدور وفتش عني هالكوكب. كوكب. ومن من الناس باتيني أخباره. أخباره. ومن سباف وان ذي صيح وذي شغب. شغب. فسر لي الأمر ذي ما ريدي في السارة. السارة. قال الحقيقة ولو تزعل ولو تغضب. تغضب. اتحمد الله أتم الذي بمشواره. مشواره. بلال السروري. اسمك الكريم؟ يوسف داود طالب علي. يوسف. يوسف. من وين يا يوسف؟ من الأقروض. من الأقروض. كم عمرك؟ 17. كم عمرك؟ 17. 17.
اسمك؟ طارق. طارق؟ طارق عبد الله غالي. شكله حلا. شكله أنت الحلا بكلك. هلا خالد أنت الحلا وأنت الحلا بكلك. أنت الحلا بكلك. جروب عندي هكذا ما دام هذا أحد أشوفه هذا. كم عمرك؟ 28. 28؟ لو كان عمرك 30 سنة كنا بنزوجك. والله مزوج. أنت مزوج؟ مزوج. الله يسعدك خلاص. يسعدك. ها؟ يسعدك معك ويسعدك. الله يسعدنا وإياك. معش الزواج؟ خلاص. خلاص؟ قانع. قانع شابع. الحمد لله أيوه. قنعتك حياة. يلا شكرا لك. اسمك الكريم؟ اسمي نياز عبد الله فارغ غالب الصنوي. يا نياز، طبعا اعزائي المشاهدين نياز من تحت هو يلاحقني. تزوجنا ايش تزوجنا؟ شو زوجك انت؟ مزواج؟ مزواج. قلت ايش الزوجه الثانيه؟ الزوجه الثانيه مو فوي علينا. متاكد؟ الله المستعان. يلا اتصل ضروري. انا اتصل مستاذن، وانا اذا اذنت لك ازوجك. انا في داه، خلي لي حالي في شفتوا عسل مشاهد. اسمك الكريم؟ صبري حميد علي عثمان. اسمك الكريم؟ صبري حميد علي عثمان. صبري. صبري. يا سلام صبري. كم عمرك؟ 30. 30 سنة. حلو ما شاء الله. حلو جدا يا استاذ خالد. عدى مرحلة أولى. عدى بإذن الله. وهو صابر قال. هو صابر. صبري أيوب هذا. ها؟ صابر. صبري أيوب. وأنت صابر؟ صابر الحمد لله. الله يعطينا الصبر. القيام. مزوج؟ مزوج الحمد لله. ها مزوج، الله يسعدكم. القيام. أنا كنت خايف لو أنت مش مزوج كنت عاد أزوجك. لكن إلا لنفسك الثاني؟ لا الحمد لله مزوج، الحمد لله حامد شاكر. ها؟ الحمد لله مزوج شاكر. الحمد لله. الحمد لله. تحبه؟ الحمد لله. وهي تحبك؟ أكيد. سعيدين. سعيدين. الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك؟ اسمك الكريم؟ صلاح عبد الهادي أحمد سعيد. صلاح. أيوه. من وين جاي يا صلاح؟ من القرية من المدهون. في أي مديرية هذا؟ مديرية المعافر. المعافر. أيوه. قلت لي صلاح. أيوه. الله يصلحك ويصلحنا ويصلح أمة محمد. آمين. كم عمرك؟ 30. 30؟ وافق الشرط يا أستاذ خالد. وافق الشرط. المرحلة الأولى عداها. عداها ما شاء الله عليه. يا سلام. يا سلام عليك. عديت مرحلة أولى. إن شاء الله. عرفت مول البرنامج؟ زواجتك علينا و... أيوه. اقرب صلينا زواجتك علينا. وصل الموضوع يا استاذ. اقرب صلينا زواجتك علينا. المرحله الثانيه مزوجه ولا عاد عازب؟ وهذه مرحله. وهذه الشرط الثاني. حلو حلو. مرحلتين عديت. المرحله الثالثه خاطب. ايوه خاطب. أيوة. كم لك خاطب؟ 4 سنين. 4 سنين يا رجال. 4 سنين ورباع وادي يا صلاح التاسعة. أها 4 سنين. ولا شاك إذا تأخرت؟ ظروف الحياة كذا يعني. وأقول لك ظروف يعني ما تسمحش المادية ولا. كم اشترطوا عليك؟ 2 و5. 2 و5. نعم. أيوة. طيب معك عمل؟ اقول الله يعني حاليا كذا نمشي امورنا الحمد لله. ايوه تشتغل ضروري. ايوه ايوه نشتغل. ايش تشتغل؟ اشتغل هنا بالسوق. بالسوق؟ ها. ايوه. حلو. 4 مراحل باقي لك مرحله يا صلاح. مرحله فقط وان شاء الله زواجتك علينا. ان شاء الله. تاخذ تلفونك. تمام. وتتصل لعمك كذا بيدق شكله. تتصل لعمك تقنعه في خلال 3 ساعات تقول لي يا عم لقيت برنامج زواجك علينا. قالوا بيزوجوني يعطوني 2 مليون ريال بس توافق تعقد لي في خلال 3 ساعات. ان شاء الله نتصلون. نحاول. تحاول ان شاء الله. بسم الله ابدا. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا عم نور الدين؟ حياك الله وبركاته.
اليوم حصلت برنامج زواجتك علينا كذا هنا عندنا جنب المحطة حق الحمدي، تمام؟ قالوا يشتيك تعقد لي خلال 3 ساعات ويجيب لي 2 مليون إذا وافقت. ها؟ أيوة من معي دحين؟ معك صلاح. صلاح؟ صلاح؟ أيوة أيوة بالضبط. حياك أحسن واحد ثاني. اسمه؟ نور الدين. يا نور الدين. ايوه مع خالد الجبري يا حبيب. حياك الله. الله يحفظك يا نور الدين، نورها على صلاح. احنا برنامج زواجك علينا، تابعت البرنامج؟ تمام. بندفع له 2 مليون ريال بس بشرط انك تعقد له في خلال 3 ساعات. ايوه وبس، واحنا ندفع له 2 مليون. ايوه بس تمام. ايش ال انك توافق بس تعقد؟ توافق تعقد، ندي القاضي وندي المأمون الشرعي وتعقد له. ماذا وليش كذا بالسرعة هذه؟ هذا شروط البرنامج، ولو تأخرنا كل ساعات تخصم 100,000. هيو سهلها يلا يلا. حيو حيو نور الدين، حيو يلا نور الدين، قد الجمهور بيشجعك. يلا حياك الله، من كم طيب خاطرك. الله بشي. الله يطيب خاطرك بالجنة. ممتاز يلا. الحمد لله يديم سرورك على صلاة عريس. الله يديم سرورك. يا سلام عليك. حقك يا صلاح. حقك يا صلاح. حقك يا صلاح. من عاد تفرح؟ الوالد والوالد ان شاء الله. طيب وتصير تحلق وتتصلح وتتسبر وتجهز؟ تمام ان شاء الله. تمام ان شاء الله. يلا الوقت بيمشي عليك. يلا يلا بسم الله. يما حصلتوا برنامج زوجتك علينا الان هنا جنب محطة الناصر، والحمد لله انه وافق عمي عقد لي والامور سابر الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. مبروك. الف 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 مبروك. الله يوفقك. الحمد لله. حطينا رحالنا في حلقة اليوم في بعض قرى عزلة السواء، وهي إحدى عزل مديرية المعافر في محافظة تعز اليمنية، وتقع جنوب مدينة تعز على بعد حوالي 30 كيلومترا تقريبا. وتبعد هذه العزلة عن سوق النشمة بحوالي 9 كيلومترات على الخط الرئيسي المؤدية من تعز إلى التربة، وتعتبر السواء اليوم مركزاً لعزلة كبيرة من مديرية المعافر. ومن أهم ما يميز هذه المدينة هو موقعها الجغرافي المهم الذي يتحكم بطريق التجارة، والذي كان يربط المدن اليمنية القديمة بشواطئ البحر الأحمر وموانئه. كان سعيد الحظ في حلقة اليوم من قرية بني السرور التي كان لها من اسمها نصيب كبير، حيث شارك أهل القرية في حفل الزفاف وفي جلسة المقيل بتعاون قل نظيره، وبادروا في خلال الوقت المحدد إلى استكمال كافة التجهيزات وعلى أكمل وجه، وقدموا عرساً جميلاً ورائعاً يليق بهم
بدءا من جلسة العقد في بيت من بيوت الله، ومرورا بزفة السيارات وبالبرع وبجلسة المكيال. كيف حالك يا عم؟ أمورك سابرة؟ ابني أنا أشتي وقع رجال، توقع رجال البيت. أوقع رجال البيت؟ أيوة، تنفذ كل الأوامر والطلبات اللي أطلبها منك. راح إيش أتصل لأمي. يما زعم أوقع رجال ونفذ كل أوامر البيت، كيف تشوفي؟ تمام خلاص تمام. أشتي غرفة نوم لبنتي. لحظة، إيش أتصل لأمي؟ ضروري اتصل بأمي. يما زعم لازم اشياء غرفتنا. تمام يلا تمام تمام ان شاء الله خلاص. اشتك تنتبه لبنتي ما تصيحش فوقها ولا ترفع صوتك فوقها. راح اتصل لأمي وش رجع لك خبر. هاي أمك شغل لك بس عادوا زعم يقول لازم تبه لبنته وما كنش أصيح فوقه ضروري. ها تمام 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 خلاص إن شاء الله تمام. بعد العرس سوف لكم لفة ودورة لأي مكان هذا تنفح على بنتي. شوية بس تتصل أمي لا أعرف لا تشنك. يما زعم يقول لك انه لازم بعد العروس اخرج انفه بنته ومشيه وما ادري عامه شيء. ها خلاص طيب خلاص طيب شنديلو اقول له خلاص تمام يلا خلاص تمام ان شاء الله تمام تمام ان شاء الله. ها انا بنكلمك انت ما دخل امك. راح اتصل امي. ابني شوف إذا أنت هكذا أتصل أمي أتصل أمي أنا أدي لك دبلتك وتوكل على الله. ما أشتيك تخطب لها عندي ولا أشتيك أدي لك بنتي. راعي شو أتصل أمي. عادك أتصل أمك يلا أخرج أخرج. مع السلامة. شو أتصل أمي. أمي قال أمي قال أمي. الأم شأنها عظيم أيوة، لكن الرجال يرتب أولوياته بين الأم بين الأب بين الزوجة، مش كل شيء أمي أمي أمي. سوالفنا اليوم ودردشتنا اليوم في قرية المدهول بني سرور محافظة تعز. حياك الله يا والد. اسمك؟ اسمي أحمد بن أحمد عبد الله. من هنا من قرية المدهول؟ من قرية المدهول. كم عمرك يا عم أحمد؟ عمري يعني 85. كم آخر كلام؟ كلام واحد. 85. شندي شقبية. قل يعني أزوجت يعني قدام الثورة بستة شهور. قبل الثورة؟ إيه. ستة شهور. إيه. أيوة. وانت حاسب حسابك عندك 85. ايه 85. 85 سنة. الله يعطيك طول العمر ويحسن خاتمتنا وخاتمتنا الجميع ان شاء الله. كم تزوجت؟ هيا بس وليش زعل؟ بتفعلها كذا وزعلان؟ لا مرتاح. انا كيف زعلان؟ ما معك نفسك ثانية وثالثة ورابعة؟ لا لا خرب. لا ليش ليش؟ كان المرح ما يشناش والخيبة لا مشاهيش ما تتقرش. بكم زوجت؟ ها؟ بكم؟ هذيك الأيام؟ أيه. كان من 10 ريال. 10 ريال؟ 10 ريال. يا الله. كم كان العرس؟ هي 10. أيوة. لكن ما كانوا أقبلنا في كوارز المنطقة. لمو؟ ها؟ لمو؟ قالوا كان بعدان وأصحاب عدن عندهم قالوا حنا عدن قالوا كانوا يخمروا يفعلوا يتركوا. ها؟ آخر ما طلبوا مني 100 ريال. 100 فرنسا. دفعنا 10. ها؟ ودفعته؟ دفعتي. كنت تحبه؟ ايوه معروفي. ضحيت من اجله؟ ايه من اجله. تعرف ما معك كيف الله. كم كان يستمر العرس عندكم؟ ها؟ العرس؟ 4 ايام بس. مش اربع ايام. ايش في اليوم الاول ايش يوصل؟ اليوم الوليمة. وليمة. بعدين رابع يوم يعني يخرجوا العرسان. ايوه. وانتهى. وتزوجت من نفس القرية؟
من القريه الثانيه من الاسره حقنا مكان مش ها ايوه فوق ايش جابوها لك؟ ها؟ فوق ايش؟ فوق جمال. فوق جمل؟ ايه جمال موكل عن قبقب وبراع و برع وكل حاجه. الله يحفظك ويسعدك ان شاء الله. وياكم ان شاء الله. الله يحفظك. ولا وسع ذا الحين بكم يزوجوا؟ الحين ما حمل عدد بالملايين اللي فوق. والخرجيه حق العروسه يشيل 2 مليون وغيرين 3 مليون فوقه. كثرين البحلوات والبحلوانيات وال ايوه ما عادش خبر الحين. والتشرات والذا والتشرات وفهم خبر تصاوير وهدرات. الان يعني غلا فاحش يعني. غلا فاحش. الوارد يعني الاحسن مصنوعات الجديده عندنا يعني الغرب كل عاد عندنا هذه اصبحت يعني عندنا دمرت العالم كله. طيب الشباب ان يروحوا؟ الشباب ان يروحوا خبرك ان يروحوا ان يروحوا. طيب ايش تزوجوا ايش يعني يعفوا انفسهم واقع يشتوا الحلال يشتوا الحلال والبنات جالسات في البيوت عن نسين البيوت عن نسين عن نسين من 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 مغلة المهور والآباء والجشع وطمع الآباء كل هذا طمع الآباء كله يعني الآباء يطمع شيء انك تنجد 2 مليون وقرحوا 3 مليون فوق إضافي ها افتخروا الخسارة حقوا 3 مليون أما رابح مش رابح مش رابح خاسر عدو مليون فوق فوق الدنيا هذا بعضهم وبعضهم والله بعض بعضه بعضهم لكن الله يسهل الأمور الجميع إن شاء الله الله يسهل الأمور ما جهزت لنا يا والد هذا ما هو هذا خبر الله فطير هذا فطير وهذا خمير فطير وخمير أيوه يا سلام الفطير هذا يعني من البر ولا من البر بر بر أيوه بر يا سلام يا سلام وهذا كله بر كله بر وهذا بر كله بر ما شاء الله تبارك الله ناكل ناكل ما هذا معنى ناكل أطعم منه ناكل بسم الله بسم الله بالله وأنت نشيل طعام ها ما شاء الله تبارك الله. طب قبل ما اكل معي هديه لك بسيطه. أيوة. هذه هديتك يا والد. طيب. مننا. طيب. واحنا نتفرغ للاكل الان. طيب نروح مشاهدينا الكرام تفضلوا معنا اهلا وسهلا. اكل بلدي 100% وصحي. نعم. صراحة ما أجمل أن يكون العقد في بيت من بيوت الله عز وجل يجعل الله البركة والخير إن شاء الله لك شاء الله. الآن وصلنا إلى مرحلة العقد إن شاء الله تنتني تغلق باب العزوبية إن شاء الله وتنطلق إن شاء الله لإكمال نصف دينك إن شاء الله القاضي معمر السروري تفضل أجري مراسم العقد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحمد لله القادم من آية خلقها لكم من أنفسكم أزواجا تسكنون إليها وجعل بينكم مودة رحمة والقانية أن يستقوا ربكم إذا خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي سألنا به والأرحام والقائل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتناسلوا فإن يباهي بكم المهم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاه قل له زوجتك زوجتك وانكحتك وانكحتك اختي اختي البكر البكر مواهب مواهب محمد محمد عبد الولي عبد الولي على محكم على محكم كتاب الله كتاب الله وسنة نبيه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى ما أمر الله به وعلى ما أمر الله به من إمساك بمعروف من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان قبلت قبلت زواجها زواجها ونكحها ونكحها على محكم كتاب الله على محكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى ما أمر الله به وعلى ما أمر الله به من إمساك بمعروف من إمساك بمعروف أو تسرح بإحسان أو تسرح بإحسان
زوجتك زوجتك وانكحتك انكحتك اختي اختي البكر البكر مواهب مواهب محمد عبد الولي محمد عبد الولي على محكم كتاب الله على محكم كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى ما امر الله به وعلى ما امر الله به من امساكم بمعروف من امساكم بمعروف او تسريح باحسان او تسريح باحسان قبلت زواجها قبلت زواجها ونكاحها ونكاحها على محكم كتاب الله على محكم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى المهر المتراضى عليه بيننا وعلى ما أمر الله به وعلى ما أمر الله به من إمساكم بمعروف من إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير الحمد لله الحمد لله الفتح الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بركة وخير ودوام إن شاء الله مبروك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير وفي خير إن شاء الله إن شاء شعورك شعوري الحمد لله على هذه النعمة الذي افتقدتها يعني لثلاث عام الله الله وأخيرا وصلت إلى الهدف اللي كنت أسعى له من سنين يعني والحمد لله وربك وفق ورب وفق وعان الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله يحفظك
اسمع اقوى تحيه للعريس صلاح. دام الله سرورك يا صلاح، الان نرقص ونغني ونفرح بعرسك المبارك ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. ابتسامه عشتيها متر في متر. ان شاء الله ان شاء الله. يلا الان الفنان الجميل والرائع اسمعنا اسمعنا اسمعك واطربك واطربنا واطرب المشاهدين الكرام والحاضرين. تحيه للفنان. جميل في طلعته يسحر مقدر على فرقة مقدار هذه حقيقة وكل سر في ربكم العرفتونا حد صغير طلعته يسحر مقدر على فرقة مقدر هذه الحقيقة وكل السر بربكم العرفتونا حدا صغير حدا صغير يربونا عاشو حقك يا صلاح يا صلاح عريس مات رمحي غساني والقعد لفوق الامتاني وما بسمع حمري ثغاني لو تبحثوا باطل اخونا لو تبحثوا باطل اخونا في قامة رمحي غساني والقعد لفوق الامتاني وما بسمع حمري ثغاني لو تبحثوا باطل اخونا عاد الصغير يربونا حاجو ياسر على الرقاصين قامة رمحي غساني والقعد لف وقلم ثاني وما بسمع حمر ثغاني لو تبحثوا باطل اخونا حدا صغير لولاه ما قلت اشعاري على صدى نغمي اوتاري وفي حديث السماري ارسمت بالحب باصونا عاد الصغير يربونا يا زين لولاه ما قلت أشعاري صدى نغمي أوتاري وفي حديث السماري أقسمت بالحب باصونا حد صغير أقسمت بالحب باصونا يا سيد عاش الشباب
صلاح عريس الله يديم سرورا يوم تزوره يحلاك يا صلاح شلولكم صنعاء عما صلاح ما أنا شراضي عما القبري ما أنا شراضي عاشو عدو صغير بالله عدو شباب بالله ارحموا شبابا عدو شباب بالله عدو صغير بالله ارحموا شبابا عدو صغير بالله عدو شباب بالله حمو شباب ساعتها Yeah.
اللقاء نطروا بخور عن دار وعود زبينا أحلى عارش العندنا في مغلال زبينا أحلى عارش العندنا في مغلال ورش رشينا الدرون بخور عن دار وعود ورش رشينا الدرون بخور عن دار وعود زبينا أحلى الهاشمي قال حل القلب حل الهاشمي قال حل القلب حل وانا حن على قلبي حنين وانا حنين على قلبي حنين الهاشمي قال حل القلب حل وانا حنين على قلبي حنين وانا حنين على قلبي حنين صدفت قمري على وادي تبان صدفت قمري على وادي تبان واقبل يحرك يسار واليمين واقبل يحرك يسار واليمين رطان علي ولا ادري ما رطل كلام حالي كلم كلمتين كلام حالي كلم كلمتين مع زخات هذا المطر التي نزلت يعني فرحا وسرورا بعرس الاخ صلاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير وفي خير. طبعا بعد ما رقصنا وغنينا وافتهنا مرتاح؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله تمام. شعورك؟ شعوري لا يوصف، الحمد لله على هذه النعمة بحمد والملائكة ومخفته، يعني شعور لا يوصف بمثل هذه المناسبة الذي انتظرتها سنين. اللهم لك الحمد، ربك وفقك. ربي وفق الحمد لله. الآن باقي لك الشيك، لحظة الشيك، دخلونا الشيك يا شباب. طبعا هذا الشيك مقدم من قناة يمن شباب للعريس الغالي صلاح عبد الهادي أحمد سعيد من قرية بني سرور مديرية المعافر محافظة تعز. تحية لأهل تعز وأصحاب تعز. مبلغ وقدره 2 مليون ريال. تستاهل. الله يحفظك ويعافيك. أما أنتم مشاهدين الكرام نترككم في رعاية الله وحفظه إلى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله مع عريس جديد وفرحة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
نشكر برنامج زواج علينا، ونتمنى أن يكون هناك أكثر من قنوات يتنافسون في هذا الجانب لما بذلنه من ذروة وقدمونه بخدمة للمجتمع في هذا الجانب. ونشكر البرنامج هذا، ونشكر كذلك الأخ خالد الجبري لما قدمه فيما قدمه جهد في هذا الجانب. انتظرت هذه اللحظة لسنوات أربع يعني، وقدرت أصل إلى هذا الحلم عن طريق برنامج زواجتك علينا والقائمين عليه. شكرا لكم. ألف شكر، فرحت ولدي الزواج، ما كنتش متوقع وتألم عليه.